الانفجار الذي اخترق الباب الخارجي لمنزل القيادي في حركة فتح عبد الله الإفرنجي يبدو محدودا أسوة ب15 انفجارا مشابها استهدف منازل وسيارات قيادات فتحوية في قطاع غزة. بدأت الأجهزة الأمنية على إثرها في إجراء التحقيقات اللازمة. نحن شكلنا لجنة تحقيق مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية للوصول للفاعلين، ومن أجل تقديمهم للمحاكمة والعدالة ندعو الجميع إلى ضبط النفس وعدم توزيع الاتهامات هنا وهناك، وانتظار نتائج التحقيق التي ستعلنها وزارة الداخلية بهذا الخصوص. التفجيرات التي قوبلت باستنكار واسع من قبل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حماس شكلت أزمة جديدة في ملف المصالحة وعمل حكومة التوافق، حيث ألغيت الزيارة المقررة اليوم لرئيس الحكومة وأركان حكومته، بينما شنت حركة فتح هجوما عنيفا على حركة حماس وحملتها المسؤولية الكاملة عن هذه التفجيرات. نطالب بالكشف عن هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل، ولا نقبل بأن تقيد ضد مجهول أو أي شيء آخر، والمسؤولية الأكيدة لدى إخوتنا في حركة حماس اللي هم مسؤولين عن الأمن في قطاع غزة، وهم بالمقابل نطلب منهم أن يحددوا الجناة وأن يعروهم ويقدموا، وهذا هو موقف حركة فتح، ونحن بانتظار أن نسمع نتائج لهذا الأمر. الفصائل الفلسطينية تداعت إلى اجتماع طارئ لتدارك التداعيات السلبية للتفجيرات التي تزامنت مع الاستعدادات لإحياء الذكرى السنوية للرئيس الراحل ياسر عرفات، تزامن أثار تساؤلات كثيرة حول الجهة التي تقف وراءها. المطلوب المضي قدما باستكمال الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام واستكمال أن تقوم الحكومة بدورها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وأن لا يعيق ويعطل ويعرقل هذا العمل الإجرامي أي مهام أو دور للحكومة القادمة. على الرغم من سخونة الخطاب السياسي والإعلامي بين حركتي فتح وحماس في عقب التفجيرات، إلا أن الجميع يعول على المسؤولية الوطنية لقيادتي الحركتين في تجاوز هذه الأزمة والمضي قدما في ملفات المصالحة الأخرى تغليبا للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.